بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 79 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل عبد المجيد محمود يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ وأرجو البسط في هذه المسألة، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المؤمنين الصادقين في إيمانهم إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا. هذه صفات المؤمن، أنه يشكر عند الرخاء ويصبر عند البلاء. قد اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا. شيخ الإسلام بن تيمية بن قيم رحمهما الله يقولان أفضلهما أتقاهما لله عز وجل، أتقاهما لله هو الأفضل، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من أسئلة السائل يقول: ما علامات قبول عملي الصالح، وكيف أعلم بأنه قبل مني ذلك، مأجورين؟ الله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. القبول من الله سبحانه وتعالى، وهو إنما يتقبل أعمال المتقين لله عز وجل، ولا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. لكننا نعمل الأعمال الصالحة ونرجو ثواب الله عز وجل ولا نيأس من رحمته، هذا الذي علينا. أما القبول فهو عند الله جل وعلا، لكن على الإنسان أن يخلص عمله لله عز وجل ويصلح نيته في عمله، وهذه علامات القبول. تقوى، إذا كان متقيا لربه فإن الله يتقبل منه، إذا كان مؤمنا تقيا حري أن يتقبل الله منه. من أسباب قبول العمل تقوى الله عز وجل، وكذلك علامات القبول الله أعلم انشراح الصدر وطيب النفس بالطاعات ومحبة النفس للخير. ومن أعظم علامات القبول اتباع الحسنة بالحسنة واتباع الأعمال الصالحة بالأعمال الصالحة، هذا من علامات القبول، وأن الله تقبل منه ووفقه لمواصلة العمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. مجموعة من الأخوات يسألن هذا السؤال عنهن. أم جواد تقول: فضيلة الشيخ، المرأة في الأيام الأخيرة من النفاس ويمر عليها أيام تكون فيها جافة تماما، فتغتسل وتصلي، ولكن بعد الاغتسال بيوم يكون معها كدرة أو صفرة إفرازات بنية اللون، هل يعتبر هذا من النفاس؟ أي هل ينتقض الطهر، أم تكتفي المرأة بالوضوء لكل صلاة حتى تنقطع الكدرة؟ النفس إذا انقطع دمها في أثناء مدة النفاس تغتسل وتصلي وتصوم في رمضان، فإن عاد عليها كدرة أو صفرة أو دم في أثناء 40 فإنها تكون نفسا، يكون النفاس قد عاد إليها، فتدع الصلاة والصيام. ثم إذا انقطع الدم في تمام 40 فإنها تغتسل للطهارة من النفاس، تغتسل عند تمام 40، وإذا انقطع قبل 40 ولم يعد فإنها تغتسل ويكفي هذا، لا تغتسل عند تمام 40. إذا كانت قطع دمها قبل 40 واغتسلت فإنها طهرت، ولا حاجة إلى إعادة الاغتسال مرة ثانية عند تمام 40. الحاصل أنها إذا حصل لها طهر متخلل في أثناء 40 يوم فأكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وهذا طهر متخلل. فإذا عاد عليها الدم ولو صفرة في أثناء 40 فإن
فإنها تعتبر قد عاد عليها النفاس فتجلس إلى تمام الأربعين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أحمد في هذا السؤال: ما حكم التعامل مع مصرف معين في عمل الصدقات الجارية وكفالة الأيتام وغيرها من أعمال الخير؟ المسلم يعمل الخير ويحسن إلى الأيتام والفقراء والمساكين، والأحسن أن يتولى هذا هو بنفسه، وإذا وكل من ينوب عنه بذلك من المصارف أو من الجمعيات الخيرية التي يثق بها فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا أيضا، هذا السائل يقول: هل من وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل وهو طوال عمره يفعل ذلك ومات عليه، هل يعذر بالجهل؟ وما هي ضوابط العذر بالجهل؟ إذا كان يعيش منقطعا عن المسلمين ولا يسمع القرآن ولا يسمع شيئا عن الإسلام ولا عن الشرك، فهذا حكمه حتى مات، هذا حكمه حكم أصحاب الفترة الذين لم يبلغهم القرآن، لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون من أصحاب الفترة. قد اختلف العلماء في حكمهم، فالأقرب والله أعلم أنه يبعث إليهم نبي يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أما حكمهم في الدنيا إذا ماتوا على الكفر وعلى الشرك، معاملهم معاملة الكفار والمشركين، هذا حكمهم في الدنيا، حكمهم في الآخرة إلى الله عز وجل. أما من كان يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن، يسمع الأحاديث ويسمع المحاضرات والدروس، لا سيما لما جاءت الإذاعات وذاعات القرآن الكريم، صار يسمع هذه الأمور، فهذا قامت عليه الحجة ولا يعذر بالجهل، لأن الله جل وعلا قال: وأوحي إلي، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن وهو يفهم اللغة العربية التي نزل بها القرآن، فإنه إقامة عليه الحجة ولا عذر له، وليس بجاهل، لأن القرآن عربي ينهى عن الشرك، ينهى عن الكفر، ويتوعد المشركين بالخلود في النار وأنه لا يغفر لهم، فكيف لا يعرف الشرك ويسأل عنه، يبحث عن هذا الخطر العظيم؟ هو المقصر، هو المقصر، فلا يعذر بالجهل الأمور الظاهرة. أما الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا العلماء، فهذه إذا وقع في شيء منها يعذر بالجهل حتى يسأل أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التردد على الكهان والمشعوذين؟ وما حكم الشرع في رجل يعالج عند رجل مشبوه، وهذا الرجل يذهب إلى هذا الرجل ويعطيه بعض العلاج ويسأله عن أمه وأبيه، هل يجوز التردد على مثل هؤلاء مأجورين؟ المشعوذون والكهان هم الذين يدعون علم الغيب، وذلك بتنزل الشياطين عليهم وإخبارهم بأشياء لا يعرفونها، وإنما يطلع عليها الشياطين يخبرونهم بها، وفيها الكذب الكثير، كما قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم دون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء هم الكهان، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن الذهاب إليهم ومن العلاج عندهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في السنة. لا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم. وهذا الذي يسأل عن أم المريض وأبيها ويأخذ شيئا من ملابسه، هذا كاهن، هذا كاهن، هذه علامة الكهان. فعلى المسلمين أن يتجنبوهم وأن يحذروهم وأن لا يقروا في بلاد المسلمين. الواجب أن يجرى معهم الحكم الشرعي لردعهم عن تضليل المسلمين والعبث بعقائدهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أبي قاطع لوالديه منذ ما يقارب من 10 سنوات لأسباب عدة، ومنها بأن الوالد أضر به في بداية حياته وبأولاده وبأيضا ماله. يقول: الخلاف استمر معي هذه السنوات، وأنا الآن بعد أن بلغ بي العمر أريد أن أصلح ما فاتني مع أبي ووالدتي، فما هي الطرق للرجوع إلى الحق في ذلك؟ لا شك أن حق الوالدين عظيم، يأتي بعد حق الله سبحانه
وتعالى. المرتبة الثانية قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني قضى أمر ووصى بأن يعبد الله وحده وأن يحسن إلى الوالدين. وما ذكره السائل من أنه حصل بينه وبين والده قطيعة مدة طويلة بسبب أن الوالد أساء إليه، هذا لا شك أنه خطأ عظيم وعقوق، وعقوق الوالد من الكبائر العظيمة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. إن كان والده حيا فإنه يذهب إليه ويصالحه ويطلب منه المسامحة ويحسن إليه، ومن تاب تاب الله عليه، إذا سامحه والده تاب الله عليه. أما إن كان والده ميتا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن يحسن إلى والده بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه، أن يحج ويعتمر عنه، ويحسن إلى أقاربه وأولاده، يحسن إلى أصدقاء والده، هذا من البر. كذلك إذا كان على والده دين فإنه يقضيه عنه ويبرئ ذمته، كذلك إذا كان لوالده وصية فإنه يقوم بتنفيذها على الوجه المشروع الذي فيه أجر وثواب، هذه كلها من أنواع البر بالوالد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا أبو محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحمد الله حججت العام الماضي وأخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وفي أثناء الطواف شككت أن وضوئي انتقض، ولكن أكملت الطواف وعدت إلى جدة وما زال الشك يراودني إلى الآن، فهل يلزمني إعادة الطواف؟ إذا كنت دخلت في الطواف وأنت على وضوء متيقن، حصل عندك شك انتقاض الوضوء، فهذا لا يؤثر، لأن اليقين لا يزول بالشك، وطوافك صحيح إن شاء الله، ولا يكون في نفسك شيء لأنك متيقن للطهارة، شاك في الحدث، والشك لا يؤثر على اليقين. نعم. يقول السائل طلال في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، هل هناك غريزة في الإنسان من عند الله في تفضيل البنين على البنات، وما حكم من يفضل البنين على البنات؟ الآية نزلت في استنكار ما ينسبه المشركون إلى الله عز وجل من اتخاذ البنات، ينسبون البنات لله عز وجل، وكما أن النصارى ينسبون الولد إلى الله ويقولون عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نزه نفسه عن الصاحبة والزوجة والولد في آيات كثيرة، فهذا سياق الآيات يستنكر عليهم: ألكم الذكر، بزعمهم لأنهم يحبون الذكور ويكرهون البنات، فكيف ينسبون البنات إلى الله وهم يكرهونها ويجعلون لله ما يكرهون؟ تصف ألسنتهم الحسنى أن تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار، أي لا بد أن لهم النار، أنهم مفرطون والعياذ بالله. هذا سياق الآيات. وأما من ناحية تفضيل الذكر على الأنثى من ناحية الخلقة والعقل والقوة، فلا شك أن الذكر أفضل من الأنثى، قال الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى، فالرجل له خصائص ومميزات لا توجد في الأنثى، ولذلك حمله الله من التكاليف ومن ما لم يحمل الأنثى، فما لا شك أن الذكر من ناحية الخلقة والاستعداد أنه أفضل من الأنثى، لكن من ناحية الدين والكرامة عند الله لا شك أن الأفضل من الذكر والأنثى هو الأتقى لله والأكثر عملا صالح، وربما تكون امرأة واحدة خيرا من كثير من الرجال، فالتفضيل إنما هو من حيث الجنس، ذكر أفضل من الأنثى من حيث الجنس، أما من حيث الأفراد قد يكون بعض النساء أفضل من كثير من الذكور، وهذا بالعمل الصالح وبالأداء الذي يؤديه كل منهما من الخير. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. الأخت حسنة عبد الرازق تقول: امرأة توفيت بالمرض الخطير عافانا الله وإياكم، وهي صائمة في شهر رمضان، وقد منعها الطبيب من الصوم لعدم القدرة على الصوم لمدة 5 أيام، فتوفيت ولم تقضي الأيام، فهل يجب على أحد من أهلها أن يطعموا مساكين عن كل يوم لم تصمه الآن بعد موتها لقضاء دينها من رمضان؟ غفر الله لها، هي اجتهدت وصامت، نرجو لها الأجر والثواب، لكن الأيام الباقية بعد موتها لا تلزمها الأيام الباقية بعد موتها، أما إذا كان
كانت أفطرت أياما قبل الموت ومضى عليها مدة ولم تقضيها فإنها يطعم عنها عن كل يوم مسكينا. وإذا أراد أحد أقاربها أن يصوم عنها الأيام التي مرت عليها ولم تصومها خلال المرض فإنه إذا قضى عنها يكون هذا أحسن وأحوط لها. نعم. هذا السائل محمد يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص ما أن يعمل عملا صالحا يتقرب به إلى الله تعالى ثم يوصل ثواب ذلك العمل إلى غيره من إخوته الأحياء؟ نعم، يجوز إهداء الثواب فيما ورد به الدليل للأحياء وللأموات. يجوز أن يتصدق عن أخيه حيا أو ميتا، يجوز أن يحج يعتمر عن أخيه تطوعا إذا كان ميتا، أما الحي فلا يحج عنه التطوع وإنما يحج عنه الفريضة إذا كان لا يستطيع أداءها لكبر أو لمرض مزمن. السائل هيثم يقول: الشيخ، ما معنى فتنة الممات؟ وهل يجوز أن تلبس المرأة النقاب؟ وما رأيكم في العباءة التي فيها زخرفة على اليدين؟ فتنة الممات، الإنسان يفتن عند الوفاة، عند قبض روحه يأتيه الشيطان ويوسوس له ليخرجه عن الإسلام وليموت على الكفر. يأتيه الشيطان في هذه الحال: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا عند الوفاة. فلا شك أن الشيطان يحرص على إغواء بني آدم حتى في آخر لحظة، يريد منهم أن يموتوا على الشك وعلى الكفر، ولكن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا فتنة الممات. بقية السؤال، يسأل عن قضية لبس النقاب بالنسبة للمرأة. المرأة تلبس ما يستر وجهها، ما يستر وجهها، ولا تجعل بعض وجهها مكشوفا وبعضه مستورا بالنقاب أو غيره، تغطي وجهها كله، هذا هو الواجب عليها. وإن كانت من اعتادت لبس البرقع أو النقاب الذي نقب للعينين فقط أو لعين واحدة، إذا كانت ممن عادتهم كذلك مجتمعهم يلبس هذا الشيء ولم يظهر منها إلا العين أو العينين فلا بأس بذلك. نعم. وبالنسبة للعباءة المزخرفة شيء؟ لا يجوز العباءة، لا تتخذ للزخرفة ولا للزينة، إنما تؤخذ العباءة الستر، وتكون العبات ليس فيها زينة، تكون العبات ليس فيها زينة ولا تطريز، لأنها ليست لباس زينة وإنما هي لباس ستر. العباءة تلبس فوق الثياب، تلبسها المرأة فوق ثيابها مثل الجلباب، تضعها على رأسها وتغطي بها جسمها عند الخروج إلى من البيت. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، الأخ عامر يقول: إذا وقع الرجل في البدعة أو كان مبتدعا، هل يخل هذا في عقيدته وهل يلزمه من توبة؟ لا شك أن التوبة تلزم على المبتدع وعلى غيره وعلى كل عاصم. والبدعة تختلف، تكون كفرا وشركا، قد تكون دون ذلك. وعلى كل حال المبتدع يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى السنة، لأن البدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية: وكل ضلالة في النار. يتوب إلى الله ويبادر بهذا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في برنامج نور على الدرب. شكر الله لفضيلته وبارك الله فيه وفي علمه، ونفع به الأمة الإسلامية. وهذه تحية من زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.